بجدد الترحيب بكم مرة أخرى مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا طبعا مستمرين معاكم وتغطية خاصة من فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، الصرح الرياضي الكبير اللي احنا طبعا فخورين جدا بان يكون ان احنا حاليا جزء كبير من طبعا يعني انجازات النادي الأهلي احنا شاهدين عليها، والحقيقة ان احنا سعداء جدا جدا ان انا وانا على المستوى الشخصي انا سعيدة جدا ان انا موجودة على شاشة قناة النادي الأهلي النهاردة في افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، ومعانا احد نجوم النادي الاهلي، والحقيقه انه يعني كابتن سيد معوض طبعا بنرحب بيك معانا شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. طبعا كابتن سيد معوض يعني احنا النهارده يعني في حدث كبير وشايفين المشهد، يعني يمكن النادي الاهلي معودنا طول الوقت على المشاهد والانجازات سواء على مستوى كره القدم او على المستوى الانشائي، شايف النهارده الفرع كنت متوقع انه المشهد يكون كده؟ اولا طبعا ببارك للنادي الاهلي ومبارك لنفسنا يعني لكل المنتمي للنادي الاهلي سواء لعيبه قدامى سواء جمهور سواء مسؤولين سابقين وحاليين. انا شايف ان من الحاجات الايجابيه جدا ان اداره ابو عفرة للنادي الاهلي، انا عضو في النادي فانا من اكثر المستفيدين. حاجه ثانيه يعني شكر خاص، انا بالنسبه لي من اكثر الحاجات اللي بتبسط الواحد لما بيبقى في حاجه خاصه بالنادي الاهلي ويرتبط اسمك بالنادي الاهلي، احتفال افتتاح اي حاجه النادي الاهلي بيدعوك ليها الواحد بيتشرف ان هو بيبقى منتمي للمكان او موجود ضمن المنظومه ككل، حتى لو هو مش شغال في النادي دلوقتي بس شرف كبير ان الاسم يرتبط بالنادي ككل يعني، فطبعا حاجه مميزه جدا واتمنى ان شاء الله يبقى في فرع خامس وسادس واكثر كمان ان شاء الله. طبعا انا ما ينفعش اكون معايا سيد معوض وما اتكلمش عن عمر سيد معوض، يعني انت اكيد طبعا احنا فخورين ان احنا عندنا ابن من ابناء النادي الاهلي وبيقدم طبعا يعني مستوى فني كبير جدا، هتجيبه تيجي هنا بقى؟ اكيد اكيد، انا زي ما قلت لك يعني مجرد بس اسم الواحد بيرتبط بالنادي الاهلي ده شرف كبير، فاذا كان اذا كنت انت انا او عمر او اي حد بالنسبه لنا لا تواجدنا جوه النادي شرف كبير جدا يعني. بشكرك جدا يا كابتن سيد، طبعا مش هطول عليك عشان انت عارفه ان انت عايز تروح تحضر الفعاليات اكتر، بشكرك جدا وشرفتنا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جدا، ربنا يخليك. ده طبعا كان لقائنا مع نجم النادي الاهلي السابق طبعا كابتن سيد معوض واحد طبعا نجوم النادي الاهلي في العصر الذهبي، شكرا ليكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو.